العهد الجديد انا معكم كل الايام مش انا معكم وانتوا كويسين ومش معكم وانتوا وحشين لا وانتوا كويسين معكم وانتوا وحشين معكم بس خلوا بالكم وانتوا كويسين معكم واسنتكم وانتوا وحشين معكم وأدبكم والاثنين لمصلحتكم بمقدار ما هو وسيط ايضا لعهد اعظم قد تثبت على مواعيد افضل ايه هي المواعيد الافضل؟ اللي هو معطيات الخلاص. اتيتم الى جبل صهيون، اتيتم الى اورشليم السمائيه، انتوا كنيسه ابكار، الله ديان الجميع، هنوصل ليها كلها ونعرف. عهد النعمه العطيه المجانيه. عهد الناموس افعل هذا فتحيا واحنا ما عرفناش نفعل فما قدرناش نحصل على الحياه. لكن عهد النعمة هكذا أحب الله العالم هو دي الصورة الحلوة فإنه لو كان ذلك الأول الوعد هو عهد الناموس بلا عيب لما طلب لموضع ثاني يعني لو العهد القديم كان فيه الكفاية ما كانش فيه عهد تاني جديد ربنا يقوله للشعب القديم لأن ربنا وعد الشعب القديم بان في عهد جديد ازاي لانه يقول لانهم لهم لائما لائما لان خدوا العهد القديم وخدوا خيمه الاجتماع وعملوا هيكل سليمان وامتلكوا الارض وعبدوا الاوثان وبعدوا بكل قلوبهم عن ربنا حتى بيت ربنا خلوهم مغاره لصوص فهو بيلومهم بيقول لهم هو ذا ايام تاتي يعني انتوا مش مش نافعين بالشكل ده بس انا هجدد عهدي معاكم واذا ايام تاتي يقول الرب حين اكمل مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا لما يقول الايه دي في العهد القديم اديكم عهدا جديدا يبقى اذا العهد القديم مش كامل ناقص لان لو كامل خلاص انا اديكم عهد اديكم عهد تاني ليه؟ لكن العهد القديم قال لي انا مين، والعهد الجديد قال لي هو مين. ادي التكمله. عشان كده يقول له عهدا جديدا لا كالعهد الذي عملته مع ابائهم. بيقارن بين العهد اللي كان مع موسى لما خرجهم من ارض مصر يوم امسكت بيدهم لاخرجهم من ارض مصر لانهم لم يثبتوا في عهدي وانا اهملتهم يقول الرب. عايز اقف عند الحته دي. لما اخرجهم من ارض مصر موسى طلع الجبل وقعد اربعين يوم فترة الاربعين يوم وهو بيدي موسى الناموس قبل ما يستلموا الوصية الشعب قال لهارون موسى دلوقتي اربعين يوم الظهر ربنا بلعه في الجبل ما نعرفش ما سلوه اعمل لنا اعمل لنا الهه تسير امامنا وهارون استجاب وعمل العجل الذهبي. وربنا قال لموسى ارجع انزل الشعب بتاعك ضل ويقولوا على العجل هذه الهتك يا اسرائيل التي اخرجتك بيد قويه. ياه. بقى العجل ده هو اللي خرجهم؟ هو اللي عمل العشر ضربات؟ العجل ده هو اللي شق لهم البحر؟ طب ايه رايكم؟ قارنوا العجل اللي عمله هارون بعجل ابيس اللي عند المصريين. أديه سبع تمن مرات لو كان العجل كان زمانهم هم اللي غرقوا والفراعنة اللي نجوا لكن مفيش مشيوا ورا أفكارهم وورا غباء فكرهم فلما موسى نزل مسك العجل طحنه ذراه في البحر سقاهم في مجموعة منهم قالت هنعمل غيره هنعمل غيره موسى قال اللي عايز الرب يجي جنبي صبت لاوي كله وقف جنب موسى قال لهم مروا في وسط الشعب اي واحد تسمعوا يقول هنعمل العجل اقتلوه ان كان اخوك او ابوك او ابنك او اغلى ما عندك اي واحد يقول هنعمل العجل اقتلوه ومروا صبت لاوي وقتلوا كل اللي قالوا هنعمل العجل وارجع لسفر الخروج يقول لك عدد الذين قتلوا 3000 نفس. يعني في نزول العهد الاول اتقتل 3000 نفس. طب وفي العهد الجديد حل الروح القدس على التلاميذ وقف بطرس وعظ وعظة في اعمال اتنين امن بالمسيح 3000 نفس. ده عهد بدا بالقتل وده عهد بدا بالخلاص. ادي العهد الجديد ان كان خاتمة العهد القديم اقت واضرب الارض بلعنة خاتمة العهد الجديد نعمة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم عشان كده لك العهد الذي عملته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب أهملهم إزاي ماتوا في البرية قعدوا أربعين سنة كل الجيل اللي خرج مات وأولادهم هم اللي دخلوا أرض المعاد لكن العهد الجديد مش ههملهم العهد الجديد أنا معكم كل الأيام مش أنا معكم وانتوا كويسين ومش معكم وانتوا وحشين لا وانتوا كويسين معكم وانتوا وحشين معكم بس خلوا بالكم وانتوا كويسين معكم واسنتكم وانتوا وحشين معكم وأدبكم والاتنين لمصلحتكم وتقول له عصاك وعكازك هما يعزيانني، وبعدين هعمل حاجة تانية لأن هذا هو العهد الذي أعهده معهم، مع كل بيت إسرائيل، بيت إسرائيل يعني بيت شعب الله أسرة الله أولاد الله، بعد تلك الأيام يقول: أجعل نواميسي في أذهانهم أجعل نواميسي في أذهانهم، إزاي؟ يعني مش يتعلموا من برة لا الروح القدس هيسكن فيهم من جوه وده الفرق بين العهد الجديد والعهد القديم. العهد القديم الروح القدس يحل عليهم من بره ويملاهم، العهد الجديد يسكن فيهم من جوه ويملاهم، بس فرق بين الملئين ملء من الداخل ومن من الخارج وبعدين واكتبها على قلوبهم وانا اكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا. ده الرجوع اللي ربنا عايز يرجعه لينا